السلام عليكم الحبايب ديالي، كي دايرين؟ كي دايرين مع الصحه؟ لاباس؟ شنو كتعاودوا؟ كي دايرين مع تصيتنا؟ رمضان اللي داخل علينا بالهنا والصحه، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. راه ملي كتجي عند الكاميرا كنتلف. تبعوا الفيديو، بصمه بصمه. المهم بغيت نهضر، ما قديتش، باغي نهضر ما قديتش. شنو غنقول لكم؟ حيت كاينين الناس اللي كيعاونوا الناس اللي هنايا، وهنا حتى واحد ما محتاج. انا جيت نهضر لكم اليوم على هادشي. انا كنشوف الناس ما محتاجينش هنايا، والناس اللي محتاجين هما ديال بزاف الناس في المغرب محتاجين. ما هنا ما محتاجينش الناس، قليل اللي محتاجين، قليل قليل، واحد في العشرة ولا في المية ولا. اللي محتاجين هو الناس طول المغرب. كاينين الناس ما يلقاو ما ياخذوا، كاينين الناس صحاب الوراق، كاينين اللي ما عندهمش الوراق، وكاينين اللي ما عندهمش الوراق راه خدامين هازين ريوسهم. وقسم لكم بالله اللي كان ما اللي قال لك ما خدامينش، خدامين وعندهم وريقاتهم وخدامين وهازين ريوسهم. هالسين ريوسهم مهم في بروكسل في البلايص خويا، كلشي خدامي ما خصهم حتى شي حاجه. واصلا هنايا راه محتاجينش الناس سميتو، راه الى 1% في هاد الناس كلشي، الى هز واحد وساعدو جبي بين يد الحريره وعطاه شويه وعطاه هذا، راه هاديك يد الدنيا ما فيها. المغرب كاين اللي عنده مسكين 5-6 هاد الولاد، 5-6 الولاد ما عندو ما ياكل. الافراد العائله بزاف، هادوك اللي خصكم تعاونوا. ها ديروا جمعيه ديال المساعده ديال هنا في اوروبا في المغرب، مساعده تساعد الناس، تساعد اللي ما عندوش. تعرفوا الدار اللي ما عندهاش توعدوها، اللي ما عندهاش توعدوها تقداو ليها وتغطيو بسبيلها. هذيك 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 ديروها بركه. الا درتو اربعه الناس، اربعه ديال الديور، اربعه ديال الديور، وتنسو تعطيو كل دار كفه باش يدوز غير 10 ايام ديال رمضان. وراه مسكين الا شرا كيلو ديال العدس راه يدير فيه مسكين هو 15 يوم في المغرب. راه المغرب نتوما عارفين تيديروا الاقتصاد ديال الديور. ها الا كل دار صيفط شريتو ليها بيضه تاع الزيت، وشريتو ليها خشه تاع الدكي والعدس وداك الشيء كلشي اللي كيخص، راه هذيك هي الدنيا وما فيها. راه حليتو بزاف الابواب، حليتو بزاف ديال الابواب. الناس اللي محتاجين ماشي الناس اللي ما محتاجين. اربعة ديور بالعدس ديالها، الفول ديالها، الحمص ديالها، خشب دقيق، السكر، بالزيت ديالها، بشنو اخر شنو اخر، فكروني معايا، فكروا معايا. المهم المواد الغذائيه، المواد الغذائيه اللي الناس محتاجين. كل واحد هنا في برا خد اربعة الناس، ثلاثة الناس، راه الله يجعل البركة. باش تقولوا نساعدوا تو هنا، اش غنساعد في تو هنا؟ راه تو هنا خدامين وعندهم، راه كيشدوا من اسيامي، كيشدوا دوك اللي ما عندهم، راه كيمشي يشدوا المعاونة من اسيامي. هادو اش غنعاون انا في هادو تو هنا برا، تو هنايا شنو غنعاون فيهم؟ انا الا بغيت نعاون غنعاون طول المغرب اللي محتاجين مساعده، اللي محتاجين مساعده. انا ما غنتفشش عليكم، انا عندي بنتي محتاجه المساعده، ولكن بنتي انا هزها هزها، ما نكذبوش على الله، انا هزها. بنتي عندها جوج هانديكاب، عندها
بطرش لها ناس في الفراش ما مسكين ما كينوضش يعني ما نسنين مطر راجلها فقيرتها حتى هي وكمال حتى هي مسكينة كلها تشلل أن واحد النص ديالها تشلل إوا هذيك الصدقة اللي غنعطيها أنا الناس هنا غنعطيها نيت الناس تاع بنتي محتاجينها يلا نكذب عليكم محتاجها ما نكذبش عليكم الا ما كنت الا كذبتوني انت نمشي العام الجاي نصور نجي للكاميرا وتشوفوا بعينكم تشوفوها اشنو درت انا هاد المره ما اشتكت بزاف عليها الشقاء بزاف عليها الدرك بزاف عليها شحال من حاجه راجلها ما خدامش مزيان شي خدمه عيانه المهم شريت ليها في سبيل الله حيت بنتي وما ديك ما كنحسبهاش صدقه انا شريت لبنتي ماكينه الصابون حيت ما عندهاش نهائي عندها ولكن عندها ديك اللي كتخشيو في الماكينه وتبداو تكبوا فيها الماء وتبداو انا شريت لها الماكينه اللي بحال طات هنا اوروبا ماكينه اللي منها كتعصر منها كتنشف شريت ليها البوطه كبيره لحقاش عندها بوطه عيانه ما كطيبش الخبز هي عندها الفران كل شيء لي ولكن هذاك الفران شويه ناقص ما كطيبش ليها الخبز انا شريت ليها بالكوبليت بالفران كل شيء فيه واش 80000 ريال على الفران ماكينه الصابون المهم هذا الشيء كل شيء 600 اورو 500 اورو جوج ماكينة والفران جوج في الفران 500 اللي سبتي شريت بها هاد الشيء كله شريت بها حوايج زوينين المهم كنلقى باش ما سخاني الله باش ما عندي شويه كنصيفطو لها كنعاونها ما كنخليهاش حتى الله يحسن العوان حيت بنتي ما نقدرش نلوحها داكشي اللي غنعطيه لبنتي غنعطيه لبنتي محتاجاه وعندها وليداتها بغيت نعاون داكشي اللي بغيت نعاون هنايا في اوروبا الناس ديال هنا اللي ما محتاجينش انا كنعاون به بنتي ونعاون به ناس اخرين دابا انا رمضان ان شاء الله راه غادي ندير فيلم ان شاء الله غادي ملي غنشري هذاك الشيء في المغرب غندير كاميرا وغادي تشوفوا كل شيء بعينكم انا ما غاديش نكتب عليكم والصراحه اللي غنقول لكم انا ربعت الناس اختاريت اللي ما عندهمش وما خدامينش ومحتاجين غنشوف خنشة تاع الكيك بيدو تاع الزيت العدس الحمص الفول شنو اخر السكر هادو اللي كيحتاجو الناس في رمضان شي حاجه اخرى هاد الشيء اللي كيحتاجو بزاف الناس ينسهل عليهم واخا اي شويه ولا هدر الله الناس يديروا مثلي انا كي درت انا يديروا حتى الناس كل واحد يختار عنده عائله يهز عائله يعطي العائله ويختار بعض الناس ولا جوج الناس ولا ثلاثه الناس حتى واحد ما ماشي مشكله الا دار هكا وبنتي الخمسه منهم بنتي الخمسه حتى هي نفس اللي غنهز هذوك الناس اللي غنزل بنتي ان شاء الله وانتم غتشوفوا بعينيكم شنو غندير وانا كنقول حاجه ما كنكذبش انا كنديرها بالصدق ديالي انا اصلا كل عام كندير هكذا كل عام وما عمرني ما قلتها لحتى شي واحد ودابا فاش وليت دايره كنصور وسميتو وليت كنبين كل شيء ما راه ما كنتش كنبين والصدقة ما خصهاش تبان اصلا الصدقة ما خصهاش تبان ولكن باش تيقوني تعرفوا اشنو كندير باش تعرفوا ربي اشنو معاوني انا ربي معاوني كندير هكاك وصد ربي المهم كندير الخير كنلقى الخير لا هنا في بلجيكا لا في اوروبا لا في المغرب لا في المغرب كندير هنا ولهيه صدقة خفيفة
باش نلقاو هذيك هذاك الشيء اللي كنعطيو اللي غنلقاو في ديك الدنيا، ما غاديش نلقى. والحمد لله انا ماشي كنعطي باش نلقى في الهيه، لا انا كنشوف الناس كيبقاو فيا الناس، صافي هذا الشيء اللي كنشوف. والله ما زعما ماشي كنقول الا نمشي نعطي البنادم باش انا نلقى داك الشيء الهيه. وطرحت عليا بنتي واحد السؤال غنقول لكم ديالاش، على رضا ديال الوالدين. قالت لي يما واش انتي بزاف تبع الرضا؟ قلت لها لا، غنقول لكم علاش. تيقوني ولا ما تيقوني هذا الشيء، انا هكذا دايره، ما كنتبعش الرضا. الرضا الا بغاه فيك صدر ويراه لحظه وحده تاخذي الرضا، تكوني مرضيه مع الله ومع الوالدين. انا كندير هذا الشيء بيني وبين الله، الله وصى على الوالدين وصى على الاولاد. هادشي انا بلحظه راسي كنديرو، لحظه شي واحد كنديرو، الا ولا ماشي كنديرو باش انا نحزر هذاك بنادم، الا انا هكا دايره، كنديرو الله في الله، هادشي كنديرو على حساب الله فقط. داكشي اللي وصانا عليه الله راه متبعه، هادشي اللي كندير. من ما غضب شي واحد، ما نطيرها من شي واحد. الناس كاع كيطير لي وكيتعصبوا لي بعض المرات بزاف، بعد انا كنتكلم كنا ليها ها وحده، واللي بغا يدير شي حاجه يديرها. وكنشوف الناس كيتقلقوا بعد النبله، والو ما بعض المرات ما كندير حتى شي واحد حتى حاجه، كيقول لك لا درت، كنقول خلي درت خلي درت اوكي صافي كنخلي. المهم خلينا دروكا حنا في الصدقه ديال رمضان. المهم اللي عطى شي حاجه كيلقاها، صافي هادشي اللي غنقول لكم. نتوما كتحسبوها صدقه للوالدين ولا الناس اللي ما كتعرفوش؟ راه حتى اقرب لكم راه تتسمى صدقه، اقرب لكم ومحتاجين راه ذاكر فيهم صدقه، راه محتاجين صدقه تعطيوها ليهم. انا هذا الشيء اللي كنت نوصل لكم، ماشي كنقول لكم الا بزز ديروا هكذا، لا بالعكس. اللي عنده شي والدين ومحتاج يعاون والديه، عنده شي اختو شي خوه محتاج، عاونوا خوتكم عاونوا والديكم عاونوا. انا ماشي كنقول هل الوالدين، انا كنقول لكم حتى خوتكم، حيت برك الله راه الناس كاينين هنا اللي في اوروبا عندهم خوتهم بحالي مثلي نيت انا وجبد، مثلي انا وجبد عندي خوتي في المغرب، ولكن خوتي انا كنشوف خوتي ما لاحقينش الحمد لله. كل واحد انا شوف الا خدام هيرب شويه وكيربح شويه ما غاديش نعاونو، لحقاش كيربح. انا هكا دايره ما نكذبش، انا هكا عنده خير فرانك، شتي فرانك المهم تيدخل واحد ما ياكل وما يشرب وهز راسو وما ماشي بيت بلا عشاء ناس بلا عشاء، الا انا كنشوف الناس اللي محتاجين. انا عندي خوتي، ماشي ما عندي، عندي خوتي، عندي خويا خدام في الكاميون تيدي الحوت للصحراء، هذاك عايشها في الطرقان والله تمشي للمغرب ما كتشوفوش كاع نهائيا. عندي خويا في الناطور حتى هو ما كنشوفوش، حتى هو هز هاد مراته خدامه في اسبانيا هو عايش في المغرب. ضربات باش طلعوا ما طلعش مسكين، مازال ما كتبش ليه الله، حتى هو ما عندوش ما خصوش، المهم ما محتاج. انا كنقول لكم الصراحه، عندي خويا في اكادير حتى هو، عندي خويا في اكادير حتى هو الشيفور ديال الطاكسي كيسوق الطاكسي، عنده الدويره ديالو عايش فيها، المهم ما عندوش ما خصوش، حس راسو براسو كتمشي عندو كيرحب بك ما يعرفش فين يديرك، المهم خيرو في دارو عندو خيرو، ما خصنيش هذاك قال لي عندهم شويه الله يعاون الله يزيدهم. ولكن واحد بنادم مسكين ما لاقي حتى عشا ليله، عشا ليله ما عندوش، عرفتو عشا ليله ما عندوش، بحال شي مرا عندها اليتامى عندها الوليدات وراجلها مات ولا راجلها مريض، ويلي بحال هذيك نساعدها، نساعد بحال هذيك نساعدها، علاش لا نساعد هذوك اليتامى، تاع هذوك اليتامى راه
راه حتى هما بغاو ما ياكلوا بغاو ما يشربوا، راه الى غير هذوك اللي تما شتيهم ضحكوا بلا ما يدعوا معاك، ما تسنيش الدعوه، تسني ديك الضحكه، ديك الضحكه اللي عطاوها لك هذوك الدريري هذوك الوليدات، راه بحال ما عطاش داروا ليك، بحال عطاوك جوهره في حياتك. انت شنو هي جوهره؟ كتحسي بالقلب ديالك فرحان فرحان، هذيك هي الدنيا وما فيها. اما لك تحسي قلبك غوبش وكتسنى ليك ويطلبوا معك الله ويطلبوا معك، هذيك ما تسني من حتى شي واحد، هذوك غير سوا صابرين باغيين مساكن هي يفرحوا يشوفوا ديك الحاجه يفرحوا بها. المهم هادشي اللي كنقول لكم احبابي، اللي عنده شي عائله يشوف، اللي عنده شي جيران ما عندهمش يرحمهم، اللي عنده مهم شوفوا نتوما شنو عندكم والحباب ديالكم الصحاب ديالكم العائله ديالكم، ما تفرطوش في الناس، ما تفرطوش في الناس. هادشي اللي غنقول لكم انا، ما تفرطوش في الناس وما تفرطوش في الاصدقاء ديالكم، ما تفرطوش. عرفتوا شي وحده ما عندهاش مسكينه عاونوها، ما تخليوهاش محتاجه. وصلت عندكم بين الكلب، ما تصيبوا حتى نجي لواحد من الكلب بعيد شويه ديال واحد الطلياني كيجيب كلشي، عنده سلعه زوينه وكتعجبني انا السلعه ديال الطليان، جيت لعندو نتقداها. ماشي في اللحم، اللحم غنمشي عند المغربي، الحوايج ديال سميتو ديال الطليان شي حوايج ديال المواد الغذائيه كيعجبوني انا. المهم كمل لكم، ما كاينش الشتاء عندنا داكشي نتسنى تصايب شويه، شوفوا الركره كتبان لكم فازكه. المهم خوتي الا بغيت تعاونوا عاونوا والديكم، عاونوا خوتكم، عاونوا احبابكم، اللي ما عندوش ما اللي عنده ما تعاونوش، عاونوا اللي عنده، اللي ما عندوش اللي ما عندوش اللي ما عندوش، اسمحوا لي نقول لكم اللي ما عنده قلت لكم اللي عنده. المهم حيت انا كنشوف الناس اللي عندهم كيعاودوا يعاونوهم، او اللي عنده شويه كي انا هنا خوتي عندهم شويه، عندهم شويه ومحتاجين، ماشي محتاجين، محتاجين شويه تا هما يعاونهم، ولكن علاش ما نعاونو؟ هو كيدخل خبزتو زوينه، كيدخل الا دخل غير ديك 50 اورو الا دخل 50 اورو في الليله، دخل 100 اورو في الليله 20000 ريال يلا في الطاكسي ولا فاش ما مهم فاش ما، الا ماشي فلوس راه فلوس محتاج. المهم راه عنده، علاش انا بين نعاونو هذاك؟ ما خصنيش نعاونو، واخا خويا ما خصنيش نعاونو، علاش؟ حيت انا خويا طلب مني شحال من خطره قال لي عاونيني، قلت له علاش بين نعاونك؟ عندك فلوسك ما محتاجنيش، نعاون اللي ما عندوش. وصراحه كنقولها ما غاديش نكذب، علاش نكذب؟ نكذب على شي حاجه اللي ما كايناش؟ هذا الشيء انا كنقولو، نعاون اللي ما عندوش، اللي ما عندوش نعاونو. بحال دابا بنتي، هذه بنتي، ها بنتي، ها خوتها كاينين هنا عايشين في اوروبا الحمد لله خدامين، البنت خدامه، الدري خدام، الدري اللي جب داك النهار كيقرا وكيخدم، المهم تيبريكولي، انت هو ما محتاج، ما محتاجنيش الحمد لله، وليداتي ما محتاجيني ما محتاجاهم، كل واحد كيبريكولي. الواحد راه خدام في الضو، هذاك بالكونترا ديالو بكلشي، هذاك خدام الله يعاونو الله يسهل عليه. البنت حتى هي خدامه بالكونترا ديالها، حتى هي من الصباح حتى العشيه كتخدم 8 السوايع، حتى هي الحمد لله حتى هي راه عندها ما نكروش، الله يعاونها والله يسهل عليها. الولد الصغير اللي جبت داك النهار ما عندوش اللغه، كيديباني هيك هيك، مره يخدم هنا مره يخدم هنا مره يخدم هنا، وكيقرا مشكله كيقرا ما عندوش فين يخدم حيت القرايه واللغه، القرايه واللغه، دروكا متبع القرايه واللغه، نهار يكون حتى هو دوكا كيديباني شويه. المهم ما خصتش حتى حاجه، المهم هز راسو براسو الحمد لله، ما هذاك ما غاديش نعاونو حتى هو، هز راسو براسو. شكون اللي غنعاون؟ بحال هادي دروك، هاد البنت اللي عايشه في المغرب، هدا الله خوتها راه غيعاونوها، ما هدا الله خوتها راه ما غاديش يعاونوها، ما غاديش يعاونوها. المهم انا اللي كنقول انا مساعدها نعاونها في هاد الساعه اللي باقا حيه، راه كنعاونها حتى نهار ان شاء الله دير شي مشروع ولا راجلها يوقف نيت على رجليه
هذيك الساعات اه ما تيش نصيفط لهم الفلوس، ما تيش نعاونهم، ما تيش نعاونهم في حتى شي حاجه. دابا غنعاونهم ان شاء الله، نبقى نعاونهم بشويه بشويه، نعاون ديك البنت حيت عندها هذوك الناس فقراء، وعندها فقيرها وفقيرتها ناعسي. ايوا واخا عاونتهم هذوك، واخا عاونتهم شي واحد اخر، لا نعاون تاني الناس اللي ما عندهمش، الناس اللي محتاجين، الناس اللي هانديكاب، الناس بزاف د الحوايج، نعاون الناس اه نعاون. وان شاء الله راه غد قريب الفيلم غنحطو لكم في هاد الايامات ان شاء الله، الا ما انا كمل راه غدا الجمعه، الا كمل صدر ربي غدوه الجمعه، غدوه الجمعه ان شاء الله راه غادي نشوف تقدا ليا داكشي اللي غيتقدا ليا، وغتشوفوا كلشي بعينكم. اربعه وبنتي هي الخامسه، اربعه الناس وغيتقدا وغتهز الكفات وغتعيط لدوك الناس، وقدام عينكم غتشوفوهم بالكاميرا وغترسلوهم ليا، وغتشوفوهم، غتشوفو الناس اللي غتعطيهم دوك الكفاف بلا كذوب بلا نفاق، ما نفقكم ما نكذب عليكم، ام فلوسي ديالي ماشي ديال داك اليوتيوب، راه ما كناخذ منه والو، ومازال ما كنشد شي حاجه الحمد لله. وانا كنساعد قبل ما ندير اليوتيوب، انا كنساعد الناس قبل ما ندير اليوتيوب. دوك الناس اللي كيقولوا حسنيه منين كتجيب الفلوس، حسنيه كانت كتخدم، كنت كنخدم، ودابا فاش وليت معضره راجلي كيخدم عليا الحمد لله. دابا بدي انا من هنا عندي داكشي ما كنقدش نهزها بحال الناس، ندير ليها بحال هكا نطلع يدي بزاف، ما كنقدش الا طلعت راه الا عادت لها هكا كنحاول، الا تندير كنمشي معاها هكا، ومكدرني بزاف، نسوق بها نسوق بها، ندير بها شي حوايج اه باش نقدر نصايب كتر، لا ما نقدرش. المهم خوتي حباباتي، غدا معايا في الفيديو ملي غادي نشريو هذاك الشيء وغادي نقادو الامور، وكل شيء غتشوفوه في الفيديو غنحطو لكم في الفيديو، ما غاديش ننافخكم، ما غاديش نكذب عليكم. المهم الفيديو غنحطو في قبل نهار، اما نهار الصباح تاع رمضان اولا نهار رمضان بالضبط، اولا غدا الجمعه ان شاء الله، وحده من جوج غدا الجمعه ولا السبت، المهم واحد النهار غادي تحط فيهم الفيديو، وهذاك النهار فاش غادي نصدق ان شاء الله، غنصدق فيه الصدقه ديالي انا. يلا كنبغيكم، كنحماق عليكم، تابعوا الفيديو، كنشكركم بزاف بزاف بزاف، وتابعوني وديروا بسمه بسمه بسمه.